حملة إيد واحدة، مبادرة اجتماعية تنموية تهدف إلى تقديم الدعم الشامل للأسر الأكثر احتياجاً في مصر، توسيع مظلة الحماية الاجتماعية عبر الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأسر الأكثر احتياجاً، تحسين مستوى المعيشة من خلال تقديم الدعم المادي والعيني اللازم لتحسين الظروف المعيشية للأسر المستفيدة، تمكين المجتمعات المحلية عبر دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل، تقديم الخدمات الصحية من خلال توفير الرعاية الصحية الأولية والوقائية للأسر المستفيدة، رفع الوعي المجتمعي عبر تنظيم برامج توعية في مختلف المجالات الصحية والاجتماعية. حملة إيد واحدة مبادرة اجتماعية تنموية.